السلام عليكم. يوم أمس تعرض زوار الإمام الكاظم لاعتداء برمانة يدوية قرب جسر الأئمة، راح ضحيته شهيد واحد مع وقوع إصابات عديدة في محاولة لإعادة المشاهد الطائفية التي تخلص منها العراق بعد سنوات من الحروب الطويلة أسهمت في القضاء عليها القوات الأمنية وشباب تشرين الذين مثلوا صعودا في الهوية الوطنية. في بغداد يواصل آلاف الزائرين توافدهم إلى مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يوم غد الأربعاء. وقال مراسلنا إن انفجار يوم أمس الذي استهدف عددا من الزوار لم يؤثر على حركة الزائرين وتوافدهم من جميع مدن البلاد، مضيفا أنه شاهد مئات من الزوار العائدين مستندين على جدار أبي حنيفة النعمان لأخذ قسط من الراحة وتناول الطعام، مؤكدين أن محاولات تأجيج الطائفية انتهت وأنهم بين أهلهم بسلام. في المقابل فتح أهالي الأعظمية بيوتهم أمام الزوار العائدين مشددين على أن الطائفية فتنة لا يحملها سوى المنبوذين.